على فكرة لدي سؤال خالد، هل أنت كذلك لديك أصول مسيحية؟ نعم أنا بربري. أوه جميل جدا. الجرس تاجورس. هي باب الغرفة. أوه باب تاجورس. طنزين عندك طمزن. نيت كروف دايس. أوه طمزن ما معناها؟ يعني السنابل، السنابل القمح. أو كلمات صعبة، سنابل القمح. نعم سبق، يلا مسابقة روسية. أنا أقول لكم كلمة روسية صعبة وسنرى من سيفوز. نحن سنتعلم التحية الرسمية، هي جدا صعبة. نعم نعم أنا جاهز، أنا جاهز. زدراستويتيا. درايس بويستراخ. تقريبا جيد جدا. مرة أخرى زدراستويتيا. درايس خلاص. جميل جدا. واو خالد، من أين تعرف الروسية؟ عندي صديق اسمه المعزة في أوكرانيا يعلمني بعض الكلمات. ديافوشكا، خراسو، بريفيت. كيف حالك بالروسية؟ كاك ديلا. كاك ديلا. ويمكن القول خراشو. خراسو يعني مرادف، هذا مرادف. أوه سأعلمكم كيف تقدمون أنفسكم، فقط عليكم أن تقولون يا ناستيا. هنا في الأمازيغية يا تعني نعم. أوه جميل. يا يعني كيا. الأمازيغية لغة جميلة في نعم. الحقيقة، حقيقة هي يبدو لي مختلفة تماما. تشبه للغة الإيطالية. أوه الألمانية صاحبي. أوه بالضبط، لأن الألمان يقولون يا احنا أصلنا ألماني. ألماني. قعقلة، هذه أكلة يعني عربية. قعقلة. قوقلة. أوه وما هي مكوناتها؟ أنا فقط آكلها يعني يعني طبق مالح أو طبق حلو؟ لا مالح، قوقلة. مالح هو مالح. باذنجان، كتعرفي باذنجان؟ باذنجان. نقول له نحن باذنجان، نفس الكلمة ولكن هناك نطق مغير. يا أختي ناصية، عندنا بعض الكلمات كما يقولون هي فرنسية وتقال بالعربية. تلفزيون، تلفزيون بالفرنسي. نعم. نحن تلفزيون. هو كيف تقولون كهرباء؟ ضوء. 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 وبالشلحة نقول التريسينتي. بالشلحة يقولون التريسينتي. تريسنت تريسنت. ماذا تعرفون عن روسيا؟ بوتين بوتين بوتين. الرئيس. الطقس البارد. الطقس البارد. الطقس البارد. لذا أدعوكما لزيارة في موسكو. بيجي بيجي. لزيارة في الصيف. في الصيف. سوف نجمع النقود ونأتي ونبقى هناك. في الحقيقة متعلق بالمدينة. موسكو غالية. نعم. خالد يعني ليست غالية. خالد يذهب إلى طحنة ويخسر 20 درهم. أوكي. 10 فلوقات ب15 درهم. والله العظيم. وعلى فكرة درهم كم بالدولار؟ درهم. دولار يساوي 10 دراهم. دولار 11 دراهم. سنقوم ببث مباشر مع أبي الضالة وسنقوم بفرقة عادية. أبوه أسطورة. أسطورة. أبوه فريد من نوعه. كيف يمكن إقناع مثلا أنا الوالدة والوالد يرفضون المشاركة في فيديوهاتي؟ ستقومين باقتناء ظرف وستقومين فلوس ضرر وستعطينها لأمك وأبيك وسيقول لك على الرحب والسعة. فلوس. نعم. واو تعالي. قلت في روسيا يبنون قصورا وفيلات. في المغرب خالد إنه مدون. مدون. الإجراءات صعبة جدا يعني رخصة البناء ورخصة ذاك الشيء ورخصة. هذه الإجراءات الإدارية يبدو لي في كل بلد يعني جدا نعم. صعبة. نحن الآن سوف نقوم بتجربة حية. أنا وخالد التقينا. أخويا أنسن سن فين عشيري؟ واش الكلب؟ واش أخويا أنايا؟ طير على التصيل كصاحبي وبردي. صاحبي خبرتي عليا. الله يلا حشومة أخويا بالله. كلشي بلا العشية؟ أكثر. أنا أصاب إن شاء الله. شوف خلص عليها. أنا لم أفهم ولا شيء. هكذا نتحدث ليس مثل اللغة التي تعلمتها في الجامعة. خالد دابا زيرت تشلحي تشلحي. سوف نقوم بهذا ولكن بالأمازيغية. وخالد كويس كويس لا تحتجع. هذا هو أشتا إني لك أغان من إذا رأت أدقات فتوس نمس هرد هاتي ورد تفهمه لي مسكين هركز ورد تسمع قول أودي غير أجتك جيس ندرت فيه فصح. يا خليل مرحبا. قلت له لن تفهمي شيء ولكن أعجبتني جدا يا خليل يعني. نعم. أنت تقول له كالعادة خالد ولكن هنا يا خليل فتأتي غريبة عندما أقول له خالد بلطف. نعم. هل يمكنني أن أقول يا خليل؟ أضيفي حسام. حسام كبير صديقنا التالي. أوه
ممتاز. وحسام غليظ الله ينعلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا توتو حنفيزون. حنفيزو الله يك. اوه جدا اتشرف بوجودي. هل انت محنفظة؟ ذلك. يشرح لها يا خالد يشرح لها. لما يقول لك المغربي كلمة بعض الكلمات مقصدها يكون جملة أو نص. يشرح لها. هل أمزح؟ هل تعرفين هذا؟ الخبز المغربي؟ لا ما اسمه؟ المسمى. لا إنه المسمى. المسمى. عندكم الكثير من الأطباق في التجين. نعم نعم. طبقة الكسكس حان دور التجين. ضروري. والبسطيلة. بسطيلة أيضا حلويات. لا بسطيلة طبق رئيسي. هي طبق فيها سمك القرب وسمك البعد ونأكل. القرب هو سمك يسمى بالفرنسية الكوبينا. كوبينا. أرجو أن تخبروني بأجمل مناطق. أكادير يوجد فيها شاطئ جميل. غدير جدا مدينة معروفة من قبل الروس والسواح الروس. شاول أيضا جميلة. هذه المدينة الزرقاء. وإذا تريدين الشمس رؤية الشمس اذهبي إلى طاطا. نعم بالفعل طاطا. الشمس هنا في طاطا. الجو حار جدا. لا تمزحون مني. اذهبي إلى جوجل ماب وقومي بطاطا. لا توجد طاطا. إذا طاطا فيها الشمس. شمس محرقة. لا تمزحون مني. الله العظيم لا أمزح. نارة. انظري إلى عيني. أمزح؟ دعني أنظر. لا أنت تبدو جديا ولكن من يعلم. والله العظيم. الحقيقة نعم أنا أيضا أحب المزاح. موجودة. نمزح معك ولكن لن نخرج عن الموضوع أو نقوم بكلمات. الطاطا كذلك أغادير كانوا يكتبون هناك أيضا فاس. أنا أستاذي الذي علمني العربية في الجامعة هو أصوله من فاس. نعم فاس إن العاصمة. هل تعرفين أن أول جامعة في العالم موجودة بفاس؟ لأنك ثقافة حضارة عظيمة. داخل السمارة الجريجرات كله. أنا حلمي زيارة الصحراء. أول مخزن البانك. أول فكرة في أكادير. لهذا اسمه أكادير بالأمازيغية. كأول مخزن أو أول بنك ظهر في أكادير. حضارة كبيرة يعني. أنا دعوت معاد وخالد لزيارة موسكو. للزيارة للسياحة عندكم مرشدة سياحية. وإن أتيتم لعمل فلوغ أو يعني في أي وقت. شكرا بزاف. تعال إنه ضيف جديد. هذا هو أوسم رجل عندي. يا قدير اهلا كيف حالك؟ انا بخير كيف حالك؟ الحمد لله. كيف الاجواء في المغرب؟ كيف حالك؟ الحمد لله. الاجواء في المغرب البرد القارس جدا. اذا الاجواء زوينه في المغرب. زوينه بزاف. ايه زوينه بزاف.